موضوعنا اليوم هو دخول بورصة الكويت في المؤشرات العالمية. خلال السنوات الماضية تم دخول أو ترقية بورصة الكويت في عدة مؤشرات مثل فوتسي راسل، S&P داو جونز، وكذلك متوقع أن تنضم إلى MSCI. طبعاً هذه نتيجة لكثير من التغييرات والتطورات التي قامت فيها بورصة الكويت وهيئة أسواق المال. تشمل المؤشرات العالمية الكثير من الدول والشركات المؤهلة للاستثمار، بالتالي يتم توجيه الكثير من الأموال الخارجية لهذه المؤشرات. من هنا تأتي أهمية انضمام بورصة الكويت لهذه المؤشرات، حيث منذ انضمام البورصة لهذه المؤشرات في عام 2017 تم ضخ ما يعادل 750 مليون دينار لبورصة الكويت، ومتوقع في حال انضمام بورصة الكويت لمؤشر MSCI أن يتم ضخ مبلغ بحدود 1 مليون دينار كويتي إلى البورصة من الاستثمارات الخارجية.